مأجورين ومثابين، أنا موجود الآن بحلاكم تمر ومقدم إلينا توزيعات حق شهر محرم الحرام بأشكال متعددة وبأسعار مرة حلوة، وجاية مغلفة تجيكم كذا مغلفة ومعقمة. فسوا هذه طبعا تتقدم بالشكل هذا، هذا العلبة ميني، هذه صقعي تجي 3 حبات، هذه سعرها 3 ريال، وهذه التمرية سعرها 4 ريال، معروفة طبعا تمرية حلاكم تمر ما شاء الله تبارك الله عليهم. وعندنا هنا اللي هو التمر بالمكسرات، وهنا تمر بالشوكولاتة، وهنا علبة البقلاوة، هدول على 5 ريال، ونفس الشيء يجون كده بالشكل هذا مغلفين ومعقمين جاهزين للتوزيع ما شاء الله تبارك الله. ونجي حق هالعرض القوي، تمر الأحساء طبعا هذا يجي نص كيلو ب6 ريال، ويجي داخل هالعلبة الفاخرة، ويجي منه كيلو ب10 ريال، ونفس الشيء يكون داخل هالعلبة الفاخرة. طبعا جميع الأسعار اللي ذكرناها راح تكون شاملة الضريبة وشاملة التوصيل، والعرض هذا راح يكون ساري حتى نفاد الكمية. طبعا في شغلات كثيرة حق توزيعات موجودة بحلاكم تمر، تقدروا تزورونهم هنا أو تطلعوا على حسابهم بالإنستغرام. بعد السنابة هذه راح أحط لكم أرقام التواصل واعملوا لها كابتشر.